على الهاتف الاستاذ محمد الدوسري مدير الكره في نادي الاتفاق ابو سلطان، ارحب فيك واسالك مباشره، هل بالفعل اللاعبون كما اشار الامين العام باعوا الاتفاق؟ السلام عليكم وعلى ضيوفك الكرام. حبيبي الاتفاق كبير وما اعتقد ان احد يبيع الاتفاق، ولكن اذا كان في تقاعس من بعض اللعيبه او من بعض اللي محاطين بالفريق هذا شيء ثاني، ولكن اعتقد ان لعيبه الاتفاق او اللي من قصدي اللي هم موجودين من الناشئين والشباب وكذا ما اعتقد انهم يبغون الاتفاق. طيب ابو سلطان، الاستاذ احمد بن علي يرى انه الاداره لم تقصر مع النادي والشرفيين ايضا لم يقصروا ودعموا، وين المشكله اذا؟ اذا الاداره مين مقصره واللاعبين تقول والله لا زال في من لا يبيع نادي الاتفاق والشرفيين، وين المشكله؟ طيب الاتفاق بكل هذا التاريخ بكل هذه العناصر مش قادر يرجع، وين المشكله؟ لا 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 الاتفاق ما قصر حقيقه، السنه هذه بالذات الجميع وقف مع الاتفاق سواء على شرف سواء إدارة نادي، يعني حقيقة كل الحقوق وافية كلها ما في أي نقص. وين المشكلة طيب؟ المشكلة دوري درجة أولى، المشكلة دوري درجة أولى هي المشكلة، دوري درجة أولى في حاجات غريبة. طيب. يعني ممكن نتكلم فيها في حلقات مش حلقة واحدة. جميل. طيب خلاص، اذا احنا يا ابو سلطان نخصص حلقه عن الاتفاق وان شاء الله نناقش كافه التفاصيل. سؤالي الاخير، انت مدير فريق ومعاصر لاجيال واحد ابناء النادي، هل انت مع التغيير بنهايه الموسم برحيل اداره الاستاذ عبد العزيز الدوسري ومجيء اداره جديده، ام انك ترى لا ان مستقبل النادي وتاريخ النادي يبقى مع الاستاذ عبد العزيز الدوسري كخيار لكم؟ الرموز باقية ولكن التغيير مطلوب في كل مكان في كل زمان، ما يحتاج اساسا. انا اقول عبد العزيز انسان اعزه وقدره واحترمه ورمز من رموز الاتفاق، ولكن التغيير مطلوب في كل الاوقات. طيب الاستاذ محمد الدوسري مدير الكرة في نادي الاتفاق، شكرا جزيلا لك.